الله تعالى وتوفيق شوط الختام والخاص هنا بالثنايا القعدان هنا اذا المهجنات الاصايل بشعارات ابناء القبائل الحاضرة على ارضية هذا الميدان مع الانتاج والمنتجين. نتابع معكم ونسير الى الصدارة الى المقدمة والى المركز الاول وصدارة هذا الشوط والمنطلق هنا على الصدارة يأتي المارد لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي وكذلك الطائف بنفس شعار لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي بينما الظبي من يحل على المركز الثالث الظبي العلي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري وعلى المركز الرابع رابع المراكز والمنطلق في هذه اللحظات هنا وفي هذا الانطلاق ياتينا معزز لمحمد بن حران بن سعيد اليابري ياتينا رابعا وعلى المركز الخامس مغامر حامد بن عبيد بن حامد الطنيجي ينطلق خامسا وعلى المركز السادس القادم ارسال جابر بن حسين بن مسعود الاحبابي وشاهين من الجانب الاخر هناك ياتينا علي بن خليفه بن بليشه لجتبي هنا منطلقا بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل بينما القادم على المركز هنا الثامن في هذه اللحظات مرحبا بالمشهر القادم هنا بهذه الانطلاقة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي من يصل هنا بهذه الانطلاقات وبهذه التحديات هنا الجميلة بينما القادم على المركز التاسع تاسع مراكزنا والمنطلق في هذه اللحظات يأتي الذهب عبد الله بن معيوف بن محمد العامري من ينطلق مع الذهب على المركز التاسع وعاشر مراكزنا المنطلق بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي هنا يأتينا غثاث حمدان بن محمد بن راشد بن غدير لقتبي هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى ذعناها على حضراتكم لنا عودة إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول صدارة هذا الشوط الطائف من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي من ينطلق على الصدارة وعلى المقدمة بينما معزز على المركز الثاني محمد بن حران بن سعيد اليابري يأتينا على المركز الثاني والمركز الثالث المارد لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي والظبي على المركز الرابع الظبي المنطلق علي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري وخامسي مراكزنا يأتينا وينطلق إرسال جابر بن حسين بن مسعود الحبابي وشاهين مخلاب المنطلق بهذه الانطلاقة على سادس مراكزنا هنا المنطلق لعلي بن خليفة بن بليشة لقتبي وهنا مغامر حامد بن عبيد بن حامد الطنيجي من يأتينا هنا بانطلاقة سابعا المركز الثامن المشهر هنا لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي من يقدم المشهر هنا بهذه الانطلاقة الجميلة على ثامن المراكز هنا بهذه التحديات المركز التاسع الذهب عبد الله بن معيوف بن محمد العامري وياتي غثاث هنا حمدان بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي على عاشر مراكزنا هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى ذعناها على حضراتكم هذه الانطلاقات والتحديات لنا عودة إلى الصدارة إلى المقدمة إلى الطائف من طاف إلى الصدارة طاف بالمقدمة وبالمركز الأول الطائف هناك على الصدارة وعلى المقدمة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي من يقدم أبو سلطان على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول المركز الثاني يأتي معزز لمحمد بن حران بن سعيد بن راشد اليابري المنطلق على المركز الثاني والمركز الثالث هناك يأتينا المارد بهذه الانطلاقة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي المتواجد على ثالث مراكزنا بينما المركز الرابع يأتينا الظبي علي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله اللي هناك
المسافري والقادم في هذه اللحظات. خامسا الارسال جابر بن حسين بن مسعود الحبابي مع ارسال هنا خامسا وسادسا. من ينطلق الى سادس المراكز؟ المشهر 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 القادم هنا بسجلاته المتميزة، القادم هنا ببنادقه الجميلة، يأتينا بهذه الانطلاقة هنا لسعادة احمد بن سلطان الحلامي القادم بهذا الانطلاق الجميل هنا، وصول بهذه اللحظات والمندفع والمنطلق هنا الذهب عبد الله بن معيوف بن محمد العامري. من يأتينا بهذه الانطلاقة الجميلة وصولا من اسم جديد؟ مشاكل محمد بن عامر بن علي لوهيبي بأول إذاعة، وهناك القادم بهذه الانطلاقة هنا مغامر حامد بن عبيد بن حامد الطنيجي المنطلق هنا تاسعا وعاشر المراكز هنا القادم بهذه اللحظات والمتسلل بهذه الانطلاقة الجميلة هنا. وصل 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 أدهم سعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي بأول إذا على هذه اللحظات، وكذلك شعار بن عيلان هنا عالي بخيت بن عيلان بن بخيت بن كراز الشبوسي. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الطايف على الصدارة، الطايف على المقدمة على المركز الأول لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. المركز الثاني ياتي معزز محمد بن حرام بن سعيد بن ياشد اليابري، هنا ياتي الظبي علي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله اليابري. الله بالقادم، الله بالقادم، المشهر 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 يتسلل من مركز إلى مركز، أخذ موقعه الحقيقي، أخذ موقعه الصحيح، أخذ موقعه المعتادين عليه جماهير. هذا الشعار، هذا هو خليفة موج يأتينا ويفتتح الكيلومتر الأخير. إذن المشهر هنا بهذه النجمة المتميزة، بهذه النجمة الساطعة، هذه النجمة التي تقدم دائما الجديد والجديد بإنجازاتها بسجلاتها المتميزة، هو هنا. إذن المشهر لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، الطايف كذلك لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي القادم بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل. المركز الثالث والقادم والهنا هذه اللحظات، هناك الوصول هنا امطيلان أحمد بن الصغيرون، هنا أيضا الدرعي من يأتينا، ولكن 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 المشهر ذو هنا أيضا الأداء الجميل، صاحب البنادق الجميلة، صاحب أيضا السجل المميز الجميل الذي لم يطق طعم الهزيمة بسجله المميز الرائع الجميل بدون أي أوامر، ينطلق إلى الصدارة، ينطلق بالمقدمة وبالمركز الأول. هنيالك يا أبو سلطان على هذا الإنتاج المميز الجميل. هنا ها هو الشاهدون على الصدارة على المقدمة. إذن المشهر 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 كما اعتدنا دائما بإنجازاته وبسجله المميز الجميل الذي لم يذق طعم الهزيمة في سجله المميز. تهانينا لأبو سلطان سعادة أحمد بن سلطان الحلامي ولحظة وصوله إلى خط النهاية. الطايف حل في المركز الثاني، أيضا سعادة أحمد بن سلطان الحلامي. المركز الثالث إرسال جابر بن حسين بن مسعود حبابي. المركز الرابع تمطيلان حميد بن صغيرون بن حميد الدرعي، وهي الذهب عبد الله بن معيوب بن محمد العامري من حل على خامس المراكز. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى المشهر وأدائه الجميل وسجله المميز وتوقيته الذي سجله في الستة كيلومترات وظهوره المميز الجميل هنا أيضا بتسع دقائق 24 ثانية جزئين من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لأبو سلطان سعادة أحمد بن سلطان الحلامي. الطايف كذلك حل في المركز الثاني بنفس الشعار النجا المتميز 9 دقائق 27 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا سعادة أحمد بن سلطان الحلامي. بينما أتانا إرسال جابر بن حسين بن مسعود الأحبابي على ثالث المراكز بتسع دقائق 29 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. وإلى ملخص سباقي صباح هذا اليوم هنا أقع مع زميل سالم خليفة.